الاهلي بمنحدر، جمله بتلخص فوز الاهلي على الزمالك 2-1 رغم غياب عناصر كتير مؤثره في الاهلي قصاد تشكيل كامل للزمالك وسط تحكيم مصري ممتاز. قبل الماتش كلنا سالنا نفسنا، موسيماني هيلعب ازاي؟ هسيب الاستحواذ لكارتيرون عشان دايما كارتيرون بيكون رد فعل، ولا هيلعب بطريقته ويقفل على نقاط قوه الزمالك؟ بدا الاثنين مدربين الماتش ب 4-2-3-1 وسط تشكيل كامل للزمالك. لعب الاهلي بعلي لطفي في حراسه المرمى واحمد رمضان بيكهام باك يمين ورامي ربيعه قلب دفاع وايمن اشرف اتحرك للباك الشمال عشان يعوض غياب معلول، وطاهر محمد طاهر لعب جناح شمال بدلا من جونيور اجاي. بدا موسيماني الماتش انه لعبه مسك كوره كالمعتاد، لكن اللي حصل ان كارتيرون كان متراجع جدا بشكل مبالغ فيه. اول 15 دقيقه كان الاستحواذ 70% للاهلي، حاول فيهم 3 مرات على المرمى مقابل 0 محاولات للزمالك، وضيع محمد شريف كرة سهلة في اول دقيقة. خلال اول ربع ساعة كان في مشكلة في خط وسط الزمالك، وهي الرجوع الزيادة لطارق حامد وفرجاني ساسي لورا انه بيراقب محمد مجدي قفشة، وفي المقابل بيضغط اوباما ومروان حمدي، فخلق دايما اماكن بين الخطوط لاستلام الكرة للاعيبة الاهلي، ودايما كان اغلب تمريرات الاهلي لقدام، واغلب الوقت ديانج كان فاضي يستلم الكرة في وسط الملعب. مع بداية الربع ساعة الثانية تحسن الزمالك نسبيا في تقريب الخطوط، وهنا ظهر دور محوري لمحمد مجدي قفشة انه كان بينزل النص وبيسحب معاه فرجاني ساسي للطرف مع ترحيل السولية لجوه، وبياخد معاه طارق حامد، وكان دايما بيفضي مساحة لديانج لاستلام الكورة. دور تاني عمله قفشة وهو انه كان ماسك طارق حامد خلال عملية بناء الهجمات للزمالك، وده كان بيأثر وقت بناء الهجمة للزمالك، وده حصل على مدار الشوط الاول بالكامل. على الرغم من تقريب الخطوط للزمالك الحال ما اختلفش كتير الربع ساعة التانية، 4 محاولات الاهلي مقابل 0 للزمالك، وقدر الاهلي يستغل السيطرة دي في هدف لمحمد شريف من خطأ في الرقابة لبن شرقي اللي كان ماسك شريف في وقت تنفيذ الفاول قبل ما ترد لايمن اشرف ويلعبها لشريف. بعد مرور نص ساعة بدأ الزمالك يفوق شوية، ومع أول تسديدة على المرمى قدر شيكابالا انه يسجل هدف عالمي في نسخة من هدفه في الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. استلم من الطرف ودخل العمق مع دفاع زايد من ايمن اشرف في الترحيل ناحيه حازم امام، وضغط سوفت شويه من طاهر وتاخر ديانج في الضغط، قدر شيكابالا يسجل كالمعتاد ويسجل في مرمى الاهلي. وفي رد فعل سريع قدر شريف انه يسجل من خطا في التمرير لاوباما في وسط ملعب الزمالك، وتراجع زايد محمود علاء وخطا من جنش في تصدي للكوره عشان يخلص الشوط الاول 2-1 للاهلي. عاب الاهلي خلال المباراه عموما عدم وجود اي مسانده سواء هجوميه او دفاعيه للجناحين، وده كان واضح من تعليمات سامي قمصان دايما خلال الحاله الدفاعيه للاهلي، بنسمعه بيزعق قرب يا حسين قرب يا طاهر، وكنا دايما بنشوف 2-1 حازم امام وشيكابالا على ايمن اشرف وبن شرقي وفتوح على رمضان بكر. 63 دقيقه لحسين الشحات عمل مرور ناجح واحد بس وكان في وسط ملعب الاهلي مقابل 3 لطاهر، لكن كانوا كلهم بدون فعاليه. بالنسبة لتمريراتهم حسين الشحات لعب 22 تمريرة بس خلال 63 دقيقة منهم 4 بس لقدام، طاهر لعب 25 تمريرة منهم 5 بس لقدام وكلهم دون فعالية. على العكس مثلا هنشوف شريف اللي المفروض ملوش أدوار في التمرير الأمامي لعب 3 تمريرات لقدام، وده بيظهر قد إيه أجنحة الأهلي بتعاني هجوميا وده ما قدرش يستغله كارتيرون. الناحية التانية كارتيرون أخطأ خطأ كبير بمشاركة مروان حمدي اللي استقبل الكورة 6 مرات كلهم في وسط الملعب، ومرر الكوره 6 مرات برضه كلهم في وسط الملعب، وما عملش اي محاوله او اي مراوغه خلال الشوط. في المقابل الجزيره لما نزل شكل خطوره اكتر نسبيا، بس برضه ما حاولش اي محاوله على المرمى، لكن تسبب في ركله جزاء وكان متحرك اكتر من مروان. استغل الزمالك خطا معتاد من رامي ربيعه في انه بيسيب مكانه وبيدخل لقدام وبيسيب ثغره وراه، قدر الزمالك يحصل بسببها على ركله جزاء لكن ضيعها محمود علي. في وسط الشوط الثاني موسيماني خد باله ان الاجنحه بتسبب له مشاكل فغير الخطه ل 4-1-4-1، وزود ناصر ماهر في وسط الملعب جنب قفشه، وده ادى الاهلي تامين زياده في وسط الملعب. في المقابل كارتيرون مثلا ما بين الشوطين خرج شيكابالا ونزل زيزو في تغيير غريب لان شيكابالا كان اكتر من زيزو على دفاع الاهلي، لكن زيزو دفاعيا افضل، لكن انت المفروض انك مغلوب فعايز تعوض مش عايز تامن. مع مرور الوقت رجع الاهلي للتامين، وكان واضح جدا استغلال الزمالك ناحيه اليمين عن طريق بن شرقي، فخرج بيكهام ونزل اكرم عشان يبقى فيه فريش بلاد في الملعب مع وجود تعليمات لكهربا بالرجوع. في الدقائق الاخيره ومع اصابه ايمن اشرف والانتهاء من التغييرات، موسيماني رجع وليد سليمان اللي كان لسه نازل مكان قفشه في وسط الملعب، رجعه ظهير ايسر بدلا من ايمن اشرف المصاب اللي نزل وسط الملعب اخر 5 دقائق. في النهاية قدر موسيماني انه ياخد 3 نقط ويزود ثقته عند جماهير النادي الاهلي، ويواصل كارتيرون عروضه المهتزة بعد عودته للزمالك.